السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه تاع لاغاليت دغوا، ولا فطيره الملوك، ولا كسره الملوك بالعربيه نسميوها كما حبينا. اولا باش نديروا هذه الوصفه لازم نبداو نديروا لا بات فيوتي، وهاد لا بات فيوتي اكسبريس، ما فيهاش مراحل بزاف. عندي كاس تاع زبده ماشي معمر، زتلو شويه زيت كما شفتو، ولا تقدروا ديروا نص زبده نص زيت، درتو في ريسيبيون ولا قصعه ولا في اي شيء اللي تعجنوا فيه. زتلو كاس تاع الماء بارد والملح، قرصه تاع ملح، وبديت نزيد في الفرينه ولا يم في العجينه، ونزيد بشويه بشويه حتى لايم كامل العجينه. وهذه كسرة الملوك ولا لاغاليت دغوا عندها حكاية تختلف يعني من مجتمع إلى آخر. وهذا لاغاليت هذه قصة تاعها أنها حكاية صارت في منذ عهد الرومان. كانوا يحضروا هذه الفطيرة، واش يديروا؟ يعينوا واحد من الفقراء مالك لهم لمدة يوم واحد، وفي هذه المدة هذاك تاع هذاك النهار اللي يعينوا فيه يدير واش يحب، يأمر شكون يحب ويدير واش يحب، حتى المالك يأمره. بعد ما كملت العجينه دوكا نروحو نوجدو لا كريم دامون. واش المقادير تاع هاد لا كريم هادي؟ 100 غرام تاع الزبده، 100 غرام تاع السكر غلاس، و 100 غرام تاع مسحوق اللوز، يعني لوز مطحون رطب، لا بودغ داموند. نشد النواسي مليح، نردها كوم اون بوماد، كي يعني لازم نحك مليح هذيك الزبده مع السكر غلاس، وفي السكر تقدروا تنقصوا لها شويه، تقدروا ديروا 80 غرام 80 غرام قل من يعني قل من اللوز وقل من الزبده. دركا نزيد البيض وحده بوحده، هذه عندي زوج حبات تاع البيض. هذه الحبه الثانيه، دركا نزيد هذيك لا بودغ داموند، زدت لها قرصه ملح،
دو كانوا اللي عند العجينة عند لاباط نحلوها كامل بالرولو هكذا. بعد وشوية سيت مغرفة تاع مايزينا مع مغرفة تاع زبدة، خلطها مليح كومين بوماد كي فومادة هكذا. ومن بعد وسيتها كامل على هذيك العجينة، ومن بعد روليت العجينة كيما البسكوي روليت، روليوها كامل. ومن بعد قسمتها على زوج، بديت نخدم بجهة، ومن بعد نلوي نولي نحط هذه على هذه، ووسيتو بلو شحال من الخطرة هكذا باش يجينا في طاج مليح. وتصوير ما خرج ليش، مش عارفة كنت نصور فينا، المهم ما تصور ليش، راح للفيديو. إن شاء الله تكونوا فهمتوا كيفاش الطريقة هذه. من بعد فوالا نشد حاجة نعبر بها، هذا بلاتو ولا خطيوة ولا أي حاجة، ليسونسيال باش تجيبوها تجيكم دورة. بعد ندير بابي كويسون في السنيوة ونحط العجينة. دركا ندير هذيك لا كريم داموند كامل على هذيك العجينة، ونكمل لكم الحكاية كيف هيخيروا ذاك الإنسان اللي يكون عليهم مالك في نهار. كي وجدوا هذه الفطيرة، هذا لا غاليت، يديروا لافيف فيها، هذه يسميوها لافيف، وكاين بزاف الانواع ماشي غير هذه برك. الثانيه تاع لاباط فيتي من الفوق نغطيوها. من بعد هما كي يديروا هذه الفطيره يقسموها على الحاضرين، على حسب عدد الحاضرين يقسموها، واللي طيح فيه هذيك لافيف هذاك هو اللي يولي لغوا. اما لا على هكذا سموها غاليت دي غوا. من بعد زينتها كامل الطرف بهذا، هذا اللي يخدموا به لي فلور الورود هذوك، بصح نتوما ديروها بالموس ولا مغرفان، اي حاجه تكون عندكم، اي حاجه تقدروا تستعملوها تزينوا بها، ماشي سير باش تطلعوها بهكذا باش تجي في هذاك الشكل الطرف هكذا. دركا ندير لها صفار بيضه من الفوق، وهذاك الصفار بيضه درت له شيت على فاني ودرته كامل من الفوق. دركا ندير لها تزيين بالموس، ندير لها ثقبه في الوسط. من بعد نولي نديرها هذا الخطوط هذو منحنيين هكا معوجين كتزيين، وكاين كل واحد كيف يزينها.
ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، ديروها للعائله يفرحوا بها. وهاهي من بعد ما طابت وهذا من الفوق، كي نروحوا كي نشريوها نشريو معها هذا التاج، يعطيو لك هذا التاج باش اللي طحت في هذيك لافيف يديروه له فوق راسه باللي هو لوغوا. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها، والسلام عليكم.